عقد يوم أمس وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل اجتماع عمل بمدينة المساقط عاصمة محافظة حرب البيار بإقليم حجر لميز. الاجتماع ضم المسؤولين في القطاع التعليمي بالإقليم محمد الأمين أحمد والمزيد من التفاصيل. بهدف مناقشة الأوضاع التعليمية والتربوية بالإقليم جاء هذا الاجتماع من أجل مناقشة تلك المواضيع وكيفية حلها بالطرق الممكنة والعمل على تحسين القطاعات التربوية ورفع المستوى التعليمي في المدارس. وبهذه المناسبة تداخل العديد من أولياء الأمور ومسؤولي الجمعيات المدنية ومفتشي التربية والمعلمين وجمع من الطلاب عن المعاناة التي يواجهونها في عملية التعليم، حيث تركزت جل المداخلات في غياب المؤسسات التعليمية ووسائلها وكذا نقص المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى المواصلات التي تقل المعلمين، كما تم التطرق إلى ظاهرة العنف المدرسي. كل هذه المواضيع تم مناقشتها بحضور الوده. قال وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة بأن البلاد خطت خطوات حثيثة نحو تحسين القطاعات التربوية والتعليمية، بحيث تم إنشاء العديد من المدارس على طول البلاد وعرضها. زي ما تعرفوا بلدنا دي مواجهة صعوبات اقتصادية ومالية، شغل ما في التعليم بزويل يا تقول جودة قال زيادة خليه زي بس عشان الأيام تمشي لكل سنة دي كملت نجيبهم السنة الجاية وإن شاء الله الوقت تفرج والحاجات هسه جوتوها دي نودوها قدام، لكن شغل مهم في الإمكانيات جودة الحكومة تأدي لها لازم. والجدير بالذكر فإن وزير التربية طمأن أسرة التدريس والمندوبيات وأولياء أمور التلاميذ بأنه سيعمل في تذليل العقبات والنهوض بالمستويات التعليمية في البلاد. أكد